السلع الحقيقة بتحتاج الفلوس علشان نعرف نشتريها. وبالتالي كان في خبر يعني برضو بيحمل بشاير الخير لقطاع قطاع مهم من العمالة المصرية، وهو قطاع العمال في القطاع الخاص. والنهاردة وزير العمل حسن شحاتة جدد دعوته لمديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات عشان يتابعوا تنفيذ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. الوزير قال ان الحد الأدنى للأجور هيوصل ل 3500 جنيه بدل 3000 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه على الراتب بداية من أول شهر يناير الحالي وبدون أي استثناءات. وقال كمان إن القرار الزيادة صادر عن المجلس القومي للأجور. والوزير أشار كمان إنه في حالة مخالفة أي منشأة للقرار ده هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، طبعا طبقا لأحكام القانون وقانون العمل تحديدا. وأكد كمان أنه ما فيش أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق القرار. للتفاصيل أكتر ونعرف يعني أكتر عن هذا القرار، معنا على التليفون أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. يعني بداية كده كل سنة وحضرتك طيب، وسنة بتحمل الخير لعمال القطاع الخاص إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة ومستمعينك بخير وصحة وسلامة وكل مصر بسلامة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يعني أستاذ بدوي في البداية كده لو سألت حضرتك عن هذه الزيادة لقطاع العمال وفي القطاع الخاص واللي بيبدأ تنفيذها من هذا الشهر الحالي، حضرتك شايف إن البداية دي بداية كويسة، الزيادة دي زيادة مناسبة للأوضاع اللي بيعيشها العمال المصريين في القطاع الخاص؟ بالتأكيد المجلس القومي للأجور نجح إن هو يمرر هذه الزيادة خلال المرحلة الماضية، خاصة وإن احنا عارفين أن كثير من شركات القطاع الخاص تضرروا خلال المرحلة الماضية من التحديات الاقتصادية اللي موجودة، وبالتالي يعني كان يعني المفترض إن كل طرف يعني يتحمل يعني جزء من الأزمة الاقتصادية اللي موجودة يعني. فمسألة ان احنا ناخد خطوة ونتحرك لحد الأدنى الأجور من 3000 ل 3500 دي خطوة بالتأكيد إيجابية ومهمة للعاملين في القطاع الخاص، وكانوا بينتظروها بشكل يعني كبير جدا، خاصة وان انت كلنا يعني يمكن حضرتك كنت بتناقش من شوية مسألة الأسعار تحركت بشكل كبير، وان شاء الله ربنا يوفق وزير التموين ويحاول خلال المرحلة اللي جاية يقلل من هذه الأعباء على المواطن. طيب يعني أستاذ مجدي، هل الزيادة دي بتشمل كل العاملين في القطاع الخاص؟ وهل كل القطاع الخاص مطالب بأنه يخلي الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه؟ بالتأكيد القرار واضح لا استثناءات، ولم يستثني أي فئة كمان من القطاع الخاص، حتى يعني حتى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر المفروض يطبق عليها الحد الأدنى. طب إيه الآلية اللي من خلالها هيتم تنفيذ هذا القرار، وإزاي ممكن يتم متابعته والتأكيد على أن التنفيذ يعني حصل بالفعل على أرض الواقع وما فيش أي عامل تضرر أو يعني ما حصلش أنه أخذ هذا الحد الأدنى؟ المفروض إحنا يعني في أكتر من وسيلة للمسألة دي، يعني بمعنى النهاردة العامل اللي المفروض بيتضرر عليه ان هو يتحرك يا اما تجاه لجنه الشكاوى التابعه للمجلس القومي للاجور، يا اما لمديريات القوى العامله اللي هو مديريه القوى العامله التابع ليها، او يروح للنقابه اللي هو بيتبعها هي تقوم بالنيابه عنه بابلاغ الجهتين التانيين. وعندنا كمان يعني المفروض جهه رقابيه، يمكن الخبر حضرتك يعني قريتيه من شويه، ان الوزير نبه على مديريات القوى العامله واللجان اللي هي دورها بتفتش، يعني في لجان تبع لوزارة القوى العاملة بتفتش على المنشآت فبتعرف من ضمن شغلها هل تم تطبيق الحد الأدنى للأجور ولا لا، وبالتالي لم يعني بتكتب تقرير طبق أو ما طبقش، والمفروض اللي ما طبقش تاخد ضده الإجراءات القانونية. طيب يعني هو 3500 جنيه كحد أدنى في ظل الغلاء الحالي اللي حاصل، ده كافي ولا هل دي مرحلة أولية وهيتم دراسة قرار جديد بزيادة للحد الأدنى مرة تانية يكون قريب؟ يعني هو احنا يعني هي المسألة وسط، هو طبعا ال 3500 جنيه ما يكفوش بشكل يعني، لكن يعني احنا لو قدرنا، احنا عندنا الأزمة مقسومة نصين، جزء نتيجة تحديات اقتصادية
قضية يعني جاية لنا من بره، كلام سليم، وجزء آخر جشع تجار. لو احنا قدرنا نسيطر على جشع التجار خلال المرحلة اللي جاية، بالتأكيد التلات آلاف ونص يعني مرحلة كويسة معقولة، كلام سليم، لكن محتاجين يعني تحريك آخر. محتاجين تحريك آخر خلال المرحلة اللي جاية، لكن زي ما قلت لحضرتك في البداية، احنا برضو بنحترم التحديات اللي واجهت القطاع الخاص خلال المرحلة اللي فاتت من توفير عملة ومن 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 ومن، وده كمان برضو أثر على يعني شغلهم بشكل كبير، وعلى بالتالي على يعني دخولهم بشكل أكبر. يعني عشان كده احنا بنحترم برضو، يعني انا برضو ما يهمنيش ان اقول لا الصبح انا عايز 4-5 آلاف جنيه حد أدنى وفي المقابل الشركة تقفل، لا احنا بنمشي خطوة خطوة على اعتبار ان الشركة تبقى مستمرة في العمل، وان العامل برضو بيزيد مرحلة في اكيد هيبقى في مراحل اخرى خلال المرحلة اللي جاية. يعني أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر على مداخلة حضرتك.